طيب انت اصلا شايف مباراة المغرب ومصر ازاي؟ لا هيكون ماتش صعب جدا جدا. انا مش متفق مع الشارع المغربي حسب كلام استاذ عادل ان هم بيهاجموا منتخب المغرب على الاداء. ايوه صح، لا على فكره خالص انا استغربت من الجمله جدا، انا خالص. بقعد اصلا قصاد يعني منتخب المغرب لا ببقى مبهوره قوي بالاداء اللي هم بيلعبوا وارد بيه. ان هم في دور المجموعات ما كانوش افضل حاجه، وكل المنتخبات الكبيره في دور المجموعات مش كويسه، يعني السنغال ما كانش كويس، كوت ديفوار باستثناء مباراه الجزائر، كوت ديفوار ضد سيراليون وغينيا الاستوائيه كانوا قمه السوء. محدش فعلا لعب في دور المجموعات بشكل كويس غير نيجيريا. نيجيريا كانت افضل منتخب، وتونس قدرت انها تطيح بيها بره البطوله. الكاميرون طبعا ارض وجمهور والزخم اللي حواليهم بيلعبوا بشكل كويس، وكانوا برضو من ضمن افضل المنتخبات. لكن المغرب، مصر، كوت ديفوار، الجزائر، المنتخبات الكبيره كلها والسنغال ما كانتش كان يعني في افضل مفاجآت حاجه كتيرة فعلا. بالظبط. لكن احنا شفنا في مباراه ملاوي، لا المغرب ده كان في طوفان مغربي جوه الملعب. في ناس بتبص على النتيجه 2-1 وكنت متاخر 1-0 وقدرت ان انا اكسب بكره ثابته بتاعت اشرف حكيمي، الهدف الرائع بتاعه طبعا. اوكي انا ما عنديش مشكله، النتيجه ابص لها خاف، لكن النتيجه دي خادعه جدا. نتفرج على الماتش، المغرب تطلع الماتش ده 7-8 يعني مرتاح كمان، 7-8 دي وانا مضيع زيهم. المغرب كان في مشكله بس في تسرع اللعيبه في الفينش، اللمسه الاخيره ما كانتش مظبوطه. اللاعب عايز يسجل الجون بطريقه حلوه، عارف ان هو وقت ما يحب يسجل هيسجل. ليه؟ لان هو بيوصل. شايف منتخب ملاوي قدامه متراجع بيلعب على المرتدات، هي كره واحده اللي بيلعبوا عليها وكانوا بيلعبوها بشكل كويس، وهددوا مرمى ياسين بونو في كره تانية بعد الهدف، 3 لمسات بالظبط من حارس المرمى للمهاجم وصلوا عند حارس المغرب. لكن بعيدا عن ده كله، هو 15 دقيقه بس المغرب ما كانتش كويسه، في 75 دقيقه من المباراه المغرب ما طلعتش من 18 بتاعت ملاوي، فازاي الاداء مش كويس؟ لا لا لا. طب ايه ابرز المفاجآت التانية اللي انت كنت شايفها في كاس الامم بما منتخب اننا بنتكلم جامبيا عن طبعا، منتخب جامبيا كان حاجه عظيمه، دور الثمانيه وهيلاعب الكاميرون، ووارد جدا انه يعملها مع يغلب الكاميرون الكاميرون؟ كمان، وارد جدا. ومنتخب غينيا الاستوائيه، بس غينيا الاستوائيه ممكن تكون المفاجاه اقل شويه، غينيا الاستوائيه هي برضو في النهايه في نسخه على ما اظن 2017 او 2015 اسف كانوا رابع البطوله، البطوله اتلعبت على ارضهم وصلوا سيمي فاينل. ممكن يكون طبعا اكيد مش ده نفس الجيل ومش دي نفس اللعيبه، بس غينيا الاستوائيه اغلب لعيبتها اصلا محترفه كمان، بيلعبوا في البرتغال، بيلعبوا في الدرجه الثانيه في اسبانيا. يعني في لاعب كده عندهم اسمه داو تقريبا، ده اللي سجل الهدف في مرمى الجزائر تمام، ده بيلعب في الفريق الثاني في فالنسيا في اسبانيا.